مع عودة القوات الحكومية للانتشار، الهدوء يعود إلى كركوك ودعوات للنازحين بالرجوع إلى موطنهم. بعد تحرير المدينة من داعش، أمريكا تعتزم الإسهام في استعادة المياه والكهرباء لمدينة الرقة. ومع تزايد الدعوات لإنقاذ كوكب الأرض، علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من العراق، حيث قال مراسل أخبار الآن في العراق إن مدينة كركوك تشهد هدوءا واستقرارا إلى حد كبير بعد أن عادت القوات الأمنية انتشارها في المدينة، مضيفا أن الحياة عادت إلى طبيعتها على الرغم من نزوح آلاف المدنيين إلى محافظة أربيل. هذا ودعت القوات الأمنية النازحين من كركوك إلى العودة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد أن تعهدت بحماية الأهالي بمختلف قومياتهم وأديانهم. القوات الأمنية الصراحة يعني فرضت سيطرتها على مدينة كركوك بعد انسحاب القوات البيشمركة، والوضع مستقر، لا توجد أي مظاهر مسلحة. ندعو يعني الصراحة النازحين للرجوع إلى مدينة كركوك، ما بها أي شيء صراحة، وأمان وماكو أي مظاهر مسلحة حاليا. بعد انسحاب قوات البيشمركة ودخول قوات العراقية إلى محافظة كركوك، ونحن ندعو النازحين إلى العودة، ولأن ما لها داعي بهدلت العالم وتطلع ترجع إلى وإحنا مؤمنين هنا بعد دخول قوات الأمنية العراقية إلى مدينة كركوك. تنتظر القوات الأمنية العراقية ساعة الصفر للبدء في عمليات اقتحام قضاء راوة غربي محافظة الأنبار وتحريره من احتلال داعش، وفق خطة أمنية تتضمن اقتحامها من محاورها والتوجه نحو القائم. بالتزامن مع الانتصار الذي حققته القوات الأمنية في عملية تحرير قضاء عانة وقطع الإمدادات عن مسلحي داعش، مراسلنا وسام يوسف لديه التفاصيل. بالمقربة من مدينة راوة إلى الشمال الغربي من الرمادي، تقف القوات العراقية بانتظار ساعة الصفر لبدء عملية تحرير المدينة من احتلال داعش. تتحشد القوات العراقية على أطراف مدينة عانة التي تحررت مؤخرا بانتظار الأوامر لبدء عمليات تحرير الشريط الحدودي الفاصل مع الجانب السوري. هناك تعرضات فاشلة للعدو، يحاول من أجل أن التأثير على المعنويات، لكن المعنويات عالية أثر انهزامه بمحافظة نينوى وصلاح الدين الحويجة، كذلك بانتظار تحرير راوة والقام إن شاء الله عن قريب العاجل. القوات العراقية المشتركة وضعت سواتر ترابية وخطوط صد من جهة قضاء راوة شمالا، وبدأت بعمليات تعرضية تهدف إلى جس نبض التنظيم وأماكن وجوده. احنا الحمد لله كاملة كل استعداداتنا بالفرقة السابعة وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، والحمد لله ننتظر الأمر من السيد قائد عمليات اللواء الركن قاسم المحمدي، والحمد لله ننتظر التوجيهات من عنده، وفوج المقاوير السابعة كامل كل جهاز جاهزية مالته، وإن شاء الله عن قريب العاجل سوف نتقدم لتحرير قضاء راوة وقضاء القائم. تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محاور الهجوم في صحراء الأنبار. تقول القوات العراقية إنها خطوة مهمة باتجاه اقتراب القوات الأمنية من مدينة القائمة الحدودية. مثل ما حررنا عانة وشاركت العشائر، وإحنا مستعدين يعني بأي عملية جاهزين، لأن إحنا العشائر عندنا القدرة لأي معركة نخوضها ويا الجيش العراقي، ويا لأن عندنا سلاح عندنا سيارات مجهزين بكل شيء، ونستنظر ساعة الصفر وإن شاء الله ساعات أو أيام إن شاء الله راح ندخل راوة وندخل خصيبة ونحرر أهلنا الأسرى بيد داعش. كان تنظيم داعش دخل قضاء راوة منتصف عام 2014، ولجأ إليها مقاتلو التنظيم بعد تحرير جميع المدن التي كانت تحت احتلاله، ولم يتبقى أمام القوات العراقية سوى مدينتي راوة والقائم والقرى التابعة لها كآخر مناطق لوجود التنظيم في البلاد. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية لمدينة الرقة السورية بعد تحريرها من احتلال داعش.
وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن بلادها ستكون في صدارة الدول التي تسهم في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك. خلال محاصرة قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم داعش في آخر أحياء الرقة، نجحت القوات في إنقاذ مجموعة من المدنيين الذين كانوا عالقين في الداخل، حيث كان التنظيم يستخدمهم دروعا بشرية ويمنعهم من الخروج لتكون آخر دفعة من المدنيين الذين تم إنقاذهم. مجموعة من الأطفال والنساء تمكنوا أخيرا من الخروج من الأحياء التي كان يحتجزهم بها تنظيم داعش في الرقة، حيث تمت العملية على دفعتين بواسطة الفرق الخاصة لإنقاذ المدنيين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. أبو محمد كان ضمن الدفعة الأولى التي خرجت من حي البدو، ينتظر خروج زوجته بفارغ الصبر. نحن آخر عالم طالع. بدنا نطلع، حاولنا نطلع، صاروا يخنصوا علينا. يا لما بدنا ناخذ دروع بشريه. لم يطل انتظار ابو محمد كثيرا. عربه مصفحه اخرى تتجه نحونا، ليترجل منها الدفعه الثانيه من المدنيين، وتكون من بينهم ام محمد، ويلتئم شملهما من جديد. ايوه. طلعنا تو مع بعضنا كليتنا، بس اجوا ناس ورا ناس. دفعتين احنا كنا عند الشباب، الحمد لله شعور لا يوصف. في ذات المكان تجلس رجاء مع اولادها الثمانيه، وتروي لنا بحسره كيف قام التنظيم بقتل زوجها وابنها البكر، تاركا لها ايتاما لا تستطيع اعالته. صار القناص يضرب علينا، ما عاد لا نقدر لا نروح ولا نرجع. كافئته مسكوني، خلوا ابني وجوزي وطالعوني انا والبنات تحت الرصاص، ما بدي اطلع. ما بدي. قال لا طالعونا تعال نروح على بيتنا. وهسا عبجي ابو محمد، هسا عبجي محمد ما اجى. خمس ايام من الاحد للخميس مختفيين. نهار الخميس نهار الوقفه جابوا لي ورقه مقتولين، وجود مقتولين لانه هاربين من الدوله الاسلاميه. قد يكون هؤلاء المدنيون اخر من تم اخراجهم من الاحياء التي يسيطر عليها تنظيم داعش بعد محاصرته وتضييق الخناق عليه في اخر ساعات. روناك شيخي لاخبار الان من داخل مدينه الرقة. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل قصير. اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الأمم المتحدة تذكر بأهمية وقيمة الكرامة والتضامن. أحييكم من جديد. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراجدة إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي في اليمن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيدين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام. بعيدا عن الشأن العربي، شن جماعة طالبان موجة هجمات إرهابية في أنحاء أفغانستان، حيث استهدفت مجمعات شرطة ومنشآت حكومية في جنوب وغرب وشرق البلاد. وأسفرت الهجمات عن قتل ما لا يقل عن 71 شخصا بينهم مدنيون بحسب ما أفاد به مسؤولون. وكان الهجوم الأكثر دموية في ولاية غزني جنوب البلاد، حيث هاجم المسلحون مجمعا أمنيا في مدينة أندار باستخدام سيارة مفخخة، ما أسفر عن قتل 15 فردا من رجال الشرطة وخمسة مدنيين. حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية أندرو باركر من تزايد خطر الإرهاب في بلاده هذا العام إلى مستوى لم يكن موجودا من قبل. وأضاف باركر أن الهجمات يمكن في بعض الأحيان أن تتسارع في بضعة أيام قليلة، بدءا من الفكرة مرورا بالتخطيط وصولا إلى التنفيذ.
خرج العشرات من الفلسطينيين منددين بالهجوم الأخير على موقع تل السكن الأثري في غزة من قبل جماعة حماس، عدين أن ما قامت به حماس يعد طمسا للتراث الفلسطيني وهدما للحضارة العربية القديمة. وأكد مختصون في علم الآثار أن ما قامت به حماس يعد جريمة بحق التراث الإنساني. كيف بتهدوا هالمكان؟ كيف بتهدوا هالمكان؟ التراث هويتنا، التراث هويتنا. بهذه الهتافات الغاضبة عبر شباب غزة عن استنكارهم لما قامت به حماس مؤخرا من عمليات تجريف لموقع تل السكن الأثري، رافعين لافتات تندد باستهداف أبرز المواقع الأثرية القديمة. فلسطيني الأصلي، أول طوب فلسطيني أصلي. وأكد خبراء الآثار وأساتذته في التاريخ القديم أن هذا الموقع يحتوي على مجموعة كبيرة من الآثار المميزة، منها التحصينات والغرف السكنية والأبراج وأرضيات أثرية ومعابد، والتي تعود إلى ما يقارب 4500 سنة. وشرح مؤرخ علم الآثار وأستاذ التاريخ الفلسطيني سامي أحمد بالتفصيل ماهية هذه القطع وإلى أي عهد تعود وفق البحوث التنقيبية التي قاموا بها في الموقع. لو لاحظنا هنا أنه في عنا يعني قطع لأواني فخارية قديمة جدا مصنوعة من الطين الأحمر، وأيضا عنا صناعة أو أدوات فخارية، وعنا أيضا احفوره من العظام الحيوانات. اما العصر الحجري اللي سبق هذا العصر فكان موجود تحت، احنا تم هدمه يعني كنا شهدناه، انه موجود ايضا من السور تحت مصطبة وبناء من الطين اللبن الخالي من الوجود الفخاري، يعني ما كان في وجود فخاري بالمره. الفخار في الطبقه الثانيه اللي بعد ألف سنه تكونت، بعد ألف سنه يعني هذا تم الاستقرار البشري فيه باستمرار متواصل. السكن كان متواصل في هذا السكن من 3600 سنه قبل الميلاد لغايه 1200 للعصور الحديديه. واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به حماس يعتبر سياسة ممنهجة في هدم التراث الفلسطيني في غزة. الخطورة تكمن في تجريف هذا الموقع من عدة مناحي. المنحى الأول هو عبارة عن وأد وتدمير التاريخ الفلسطيني، عندما تم تصوير تلك الجرافات الصماء وهي تقتل تاريخ أمة، كتب فيها ما يفعله الغزيون والعصابات الفلسطينية في غزة، هو يتماهى مع ما فعلته طالبان في تورا بورا في أفغانستان عندما قامت بتدمير التماثيل ترجع إلى بوذا وتماثيل ترجع إلى آلاف السنين. أي اعتداء على الأثار الفلسطينية اللي بتربط تاريخنا كشعب فلسطيني بجذوره بالأرض، فهذا يعتبر شكل من أشكال الدثر والهدم لتاريخ الفلسطيني. وكان عالم الآثار الفرنسي بيير ديميرو سكيتجي قد وجد أن هذه التلة تخفي مستوطنة محصنة بنيت قبل العهد الفرعوني في مصر، أي قبل الأهرامات. نحن نطالب بحماية هذا الموقع ومحاولة يعني صيانته أو إعادة صيانته أو يعني معالجة ما تم من تخريب وتهديم ومن هدم وتخريب لهذا الموقع. هذا الموقع له أهمية كبيرة، بكى أمامها خبير الآثار الفرنسي وجون باتست ورئيس بعثة التنقيب عن الآثار عندما رأى ما رأى حول هذا الموقع الأثري الهام والتاريخي. اللي بيصير في موقع تل السكن الأثري يعني مهزلة بحق التاريخ الفلسطيني بالعرق الأصلي الفلسطيني. يعني احنا بنحكي عن موقع تل السكن الأثري، يعني الاسم سهل لكن المعلومة صعبة. يعني المكان احنا بنحكي عن 3500 سنة قبل الميلاد، يعني بنحكي عن 1200 سنة قبل الأهرامات. وما بين ارتفاع الأصوات المستنكرة لأفعال حماس في غزة واتهامها بالسعي إلى محو الهوية الفلسطينية، ترتفع أصوات أخرى مطالبة منظمة اليونسكو بالتدخل فورا لحماية ما تبقى من هذا الموقع ولإصدار قرار بوقف عمليات التجريف. يعد الفقر أحد أهم المشاكل الاجتماعية، ولطالما شكل هاجسا بالنسبة للدول والأفراد على حد سواء. وفي 17 من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للقضاء عليه. تقرير الزميلة منى عواد والتفاصيل.
يحيي العالم الذكرى 25 لليوم الدولي للقضاء على الفقر تحت شعار الاستجابة لدعوة 17 من أكتوبر للقضاء على الفقر، السبيل نحو مجتمعات أكثر سلما واشتمالا. ويهدف الاحتفال هذا العام إلى التذكير بأهمية وقيمة الكرامة والتضامن وتأكيد الدعوة إلى العمل لمكافحة الفقر والقضاء عليه في كل مكان. وتسعى الأمم المتحدة إلى مشاركة أوسع نطاقا من جميع قطاعات المجتمع لرفع 767 مليون شخص ما زالوا يعيشون في فقر مدقع فوق خط الفقر الدولي. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعرب عن تضامنه وتألمه لمعاناة ملايين الفقراء والجوع والمحرومين عبر العالم، محذرا من أنه كلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش بعد العالم عن الأمن والسلم والاستقرار. وأكد شيخ الأزهر في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر أن هذا اليوم يشكل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودهم من أجل انتشال هؤلاء الفقراء من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعات العنف والجريمة والإرهاب. وأعاد شيخ الأزهر تذكير الضمير العالمي بمأساة مسلمي الروهينجا في بورما الذين يختطفهم الجوع والخوف ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع في دولة بنغلاديش المجاورة وبين قسوة التنكيل والترويع لمن بقوا في قراهم بإقليم راخين. وتقول إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من نقص التغذية، أي حوالي سدس سكان كوكب الأرض. كما تشير الإحصائيات المتعلقة بالعالم العربي أن حوالي 40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية، أي ما يعادل 13% من السكان تقريبا، بالإضافة إلى أن نحو 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر. أظهرت دراسة دولية أن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تهتم بالطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري وفقا لاتفاق باريس للمناخ المبرم في عام 2015. التفاصيل حول هذه الدراسة في تقرير الزميلة حنان ظاهر. مع تزايد الأصوات المنادية بإنقاذ كوكب الأرض، كوكبنا الذي انفجر غضبا وبراكين وأعاصير اجتاحت دول العالم مؤخرا، ارتفعت أصوات علماء الجيولوجيا الذين رجحوا بأن ما تعيشه الأرض حاليا من اضطرابات في المناخ ليست سوى نتاج سنوات من إهمال البشر للطبيعة وتعديهم وإسرافهم في تلويثها بكافة الطرق. لكن هناك أمل كبير في استدراك الأمر وتهدئة كوكبنا الغاضب، فقد أظهرت دراسة دولية بأن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري. وذكرت الدراسة أن الحلول الطبيعية لمشاكل تغير المناخ والتي تشمل أيضا حماية الأراضي المخزنة للكربون بما تحويه من نباتات متفحمة وتحسين إدارة الأراضي الزراعية والمراعي ربما تمثل ما يصل إلى 37% من كل الإجراءات اللازمة بحلول عام 2030 والتي يشترطها اتفاق باريس الذي وقعت عليه 195 دولة. الدراسة تقول إن إعادة الخضرة إلى الكوكب ربما تعادل وقف حرق الوقود في أنحاء العالم. وقالت الدراسة إن الإدارة الأفضل للطبيعة ربما تؤدي إجمالا إلى تجنب 11 مليار و300 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية التي تصدر عن استخدام الوقود الأحفوري في الصين وحدها. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير. رحلة الألم والأمل في علاج السرطان مع قصة صفاء من القاهرة. أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم.
نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها. جوجل تبدأ توصيل المنتجات بطائرات من دون طيار في استراليا. جاء في تفاصيل الخبر، أعلنت شركة بروجكت وينغ التابعة لجوجل عن انطلاق مشروع لتسليم المنتجات مباشرة إلى منازل العملاء في جنوب شرق استراليا، إذ بدأت بتوصيل الطعام من سلسلة مطاعم مكسيكية والأدوية من الصيدليات للعملاء في مناطق ريفية في البلاد. نقرأ من صحيفة الغد، الأردنية مصرية تحول شقتها إلى مقبرة قطط مذبوحة. تلقت جهات مصرية بلاغات عديدة بانبعاث روائح كريهة من شقة امرأة مسنة تعيش بمفردها وتقوم بتحركات مريبة، ويتجمع عشرات القطط أمام شقتها ثم تختفي بعد ذلك. وبشرت الجهات بالتحقيق في البلاغات، وتبين أن المرأة يتواجد بشقتها مقبرة جماعية لمئات القطط. صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، جوجل تطلق برنامجا أمنيا لحماية بريدها الإلكتروني. قالت شركة جوجل إنها ستطلق برنامج حماية متقدم لبريدها الإلكتروني من أجل توفير أمان أقوى لبعض المستخدمين مثل المسؤولين الحكوميين والصحفيين الذين هم أكثر عرضة لاستهداف القراصنة. وبحسب الشركة، فإن البريد الإلكتروني للمستخدمين سيتم تحديثه أمنيا بشكل دوري للتعامل مع التهديدات الناشئة. ومشاهدينا نقرأ من صحيفة القبس الكويتية، عشاق أينشتاين يجمعون أموالا لإنشاء متحف له. تسعى جمعية أهلية ألمانية تضم مجموعة من المعجبين بعالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين إلى تأسيس متحف له في مسقط رأسه بمدينة أولم الألمانية. ووفق تصورات الجمعية، فإن من المخطط أن يقدم المتحف نظرة شاملة وممتعة عن قصة حياة أينشتاين وأهم اكتشافاته العلمية. ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية، شركة صينية تكشف عن هاتف ثوري جديد. كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتف ثوري جديد قابل للطي، يتميز بوجود شاشتين يمكن استعمال كل منهما على حدة أو دمجهما معا. ويحتوي الهاتف الذي يحمل اسم إكسون أم على شاشة من كل جهة، لكن يمكن بسطهما معا فيما يشبه الكتاب، ويمكن استخدام مهمتين مختلفتين كل منهما على شاشة في الوقت ذاته. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا قمة الألم والأمل وصلتها صفاء التي أصيبت بمرض سرطان الثدي إلى أنها كانت عنوانا لاستلهام الهمة والتغلب على المرض بمزيد من السعادة التي نبعت من أفراد أسرتها، فأعطتها القدرة الكبيرة على تخطي العلاج وقهر الخلايا القاتلة بصمت. نتابع. لم يستطع السرطان أن يفقدها أناقتها وثبات خطواتها، 5 سنوات وما زالت همتها مرسومة على وجهها لا تبالي. صفاء منذ عام 2011 اكتشفت إصابتها بنوعين من السرطان، أحدهما سرطان الثدي. فبعد 4 سنوات من الإصابة قررت أن تقهر مرضها، وحققت بإرادتها نتائج وصفها الأطباء بالمعجزة. الحمد لله بدأوا معايا بالكيماوي وأخدت 18 جلسة أسبوعيا، لحد الحمد لله ربنا أكرمني إن الكيماوي جاب معايا نتيجة، وكل ما بيعمل إشعاعات وتحاليل والحمد لله بيبان إن في معجزة بتحصل لي، إن البؤر السرطانية بتختفي. تحولت صفاء من مريضة تحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي من قبل الأطباء والمحيطين إلى وجهة يقبل عليها الأطباء والمرضى لاستلهام الهمة والتغلب على المرض. أنا كنت بجيب على الموبايل معايا الأغاني، أسجل أغاني، أنقل أغاني لوردة، لنجاة، لأم كلثوم، أشغلها وأنا باخد جلسة الكيماوي، وأخلي الناس اللي معايا سعادة في الأوضة، ما نركزش في جلسة الكيماوي، ما أخدش إن أنا المرض ده مش ما اعترفتش بيه. وتخبرنا صفاء وهي والدة لشابين عن الدور المعنوي والجوهري الذي لعبته أسرتها وزوجها حتى قطعت شوطا كبيرا في رحلتها العلاجية
ضد السرطان. زوجي أول واحد وقف جنبي، ما تخلاش عني ماديا ومعنويا، وأولادي. أنا لما كنت بدخل المستشفى كانوا أولادي بيقعدوا معايا مرافقين، بيبدلوا مع بعض. ابني قالها لي لما أنا كنت في الرعاية المركزة وفي غيبوبة، قال لي لو كان عمرك هينتهي كان انتهى وانت في الغيبوبة، إنما انت لسه ليك عمر وكملت، وبالعلاج بدأت النتيجة معايا الحمد لله، تحسنت زي ما أنا كده. إلى جانب العلاج التقليدي للسرطان، تأمل صفاء أن يكثف المريض من استخدام دوائها الخاص للوصول إلى نتائج علاجية مرضية. انت لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة. في اختراع للسعادة مع علاج القنصر، هو ده اللي هيقضي على القنصر. أي إنسان سعيد ما بيقعش مع السرطان، بينقرض، الخلايا بتموت. وتحرص صفاء على قضاء أكثر من 7 ساعات يوميا في أحد مراكز علاج السرطان كمتطوعة لتقديم الدعم والمساندة للمرضى، كونها تألمت من مرضها وتشعر بمدى حاجة المريض إلى المساندة. يقولون إن مرض سرطان الثدي يضعف المرأة نفسيا وجسديا، لكنها قاعدة غير ثابتة، لأنه من الممكن أن يتلاشى مع الدعم المجتمعي والأسري. كأنك لست وحدك، أنت قوية وتبدين جميلة، هي السعادة، فأدخلوها على كل مرضى السرطان. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة. في أخبارنا الرياضية، حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على ماريبو السلوفيني بسباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تألق الجناح المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع ثالثا لفريقه. في خبرنا الأخير، فوجئ الحضور في مراسم افتتاح المهرجان العالمي 19 للشباب والطلبة في مدينة سوتشي الروسية بشاب يعتلي خشبة المسرح ويتحدث حديثا مختلفا عن مراسم الافتتاح. وبدأ الشاب حديثه عن حب صادق لفتاة تجلس بين الجمهور، كان قد طلب منها الزواج مرتين ورفضت، الأمر الذي دفعه لاعتلاء خشبة المسرح وطلب الزواج منها مجددا، وبدورها اعتلت الفتاة خشبة المسرح ووافقت على زواجه، وجثى الشاب على ركبتيه مقدما لها ختم الزواج. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. مع انتشار القوات الحكومية مجددا، الهدوء يعود إلى كركوك ودعوات للنازحين بالرجوع إلى موطنهم. بعد تحرير المدينة من داعش، أمريكا تعتزم الإسهام في استعادة المياه والكهرباء لمدينة الرقة. ومع تزايد الدعوات لإنقاذ كوكب الأرض، علماء يطالبون زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي. بهذا إذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.